مساء الخير. فكرت الحقيقة أتكلم مع أصدقائي في مجموعات أصل الحضارة، مصريون مغتربون، أنصار الجمعية الوطنية للتغيير، مركز إبراهيم طلعت لحقوق الإنسان، الناس اللي أنا بحبها، تيار مصر الأم، جماعة تحوتي. سيفيلايزيشن وكل المجموعات اللي بتجمعنا في حب مصر. سبب ان انا بسجل الحلقات دي او انا بقترح نعمل الحلقات دي، الحقيقة انه بتجيلي تعليقات من جماعة الاخوان المسلمين ملهاش علاقة خالص بالدين، وكلها سب وكلها شتايم وكلها عصبية وكلها إقصاء للآخر. الحقيقة مش دي أخلاق مصر أبدا. وفي نفس الوقت في ناس من الآخرين برضو من الجبهات المعارضة للإخوان المسلمين بتعمل نفس الكلام وبتقول لغة، بعض منهم الحقيقة أقل شوية بس برضو بيقولوا لغة مش مناسبة. اللي خلاني فكرت ان احنا نتكلم مع بعض، احنا بنلتقي انا واصدقاء في مركز ابراهيم طلعت. على فكرة ده اول مركز لحقوق الانسان اتعمل في مصر، اسسه الراحل ابراهيم طلعت، وزي المثل ما بيقول اللي خلف ما ماتش، فابن ابراهيم طلعت الاستاذ مصطفى فاتح المقر بتاع مكتبه وبيته لمجموعة الأصدقاء اللي بتحب بعض وبتشوف بعض وبتدي مثال حقيقي لمصر اللي احنا كنا عارفينها واللي هي تايهة مننا دلوقتي، مش عارفين ايه اللي جرانا. بنلتقي فيها، هقول ابتدي مثلا بأصدقاء الطفولة، الدكتور علي الشخيبي أول صيدلي يرفع قضية ضد الحكومة عشان يعمل معمل وكسبها، ومن سنة 68 أيام مظاهرات الطلبة اللي كلنا وقفنا ضد أحكام الطيران وقتها في 22 فبراير 68، علي بقى يعتقل، وأيام السادات كان بيعتقل ويخش السجن بقى. والدكتور محمد مدحت مصطفى تاني صديق بنلتقي من الطفولة برضو، تربينا مع بعض، هو أستاذ اقتصاد زراعي وله مؤلفات، عامل أكتر من 15 كتاب غير الترجمات اللي هو ترجمها لشارل عيساوي وحاجات كلها تخص مصر، وحاطط صورته على الفيسبوك اللي عارفين أصدقائي وهو بلبس البحرية وهو شاب، بيفكرنا من الشباب لأنه كان ممكن يكون واحد من اللي طلعوا في عملية ضرب ميناء إيلات. معانا الأستاذ فتحي فرج، محاضر وراجل قلبه اللي بيتكلم، مش واحد بيتكلم، لا ده قلب بيتكلم، مخلص لبلده، بيدي محاضرات، بيحاول يعمل تثقيف للشباب، وشباب مختلفين بيجي للمركز، أعضاء من حزب الدستور، شباب مصر الحقيقي اللي زي الورد فعلا زي ما قال عمنا نجم، وشباب من الجبهة. والمركز أصلا مفتوح عشان يقرب الأجيال من بعض، فاحتفى مثلا بمناضلين طلبة زي الدكتور حمزة البسيوني والأستاذ أحمد مصطفى، وكان شيء جميل جدا ان احنا الشباب او جيلنا اللي هو يلي الدكتور حمزة البسيوني والاستاذ احمد مصطفى بيسلم شباب جديد. دكتور حمزة البسيوني واحمد مصطفى عمرهم دلوقتي ربنا يديهم الصحة 89 سنة، وشاركوا في مظاهرات مارس ضد الانجليز سنة 46 بعد حادث 21 فبراير 46، برضو كلكم طبعا عارفين.
المجموعة دي بيجي فيها كمان الدكتور أحمد البغدادي والأستاذ حامد والأستاذ عاطف حمدي والأستاذ محمود رشدي في تواصل، والشباب زي ما قلت بيفرح. والسبب الحقيقة في إني بحاول أتواصل عن طريق الفيديو والفيسبوك، إنه عايز أقول للناس أو للي يهموني من الناس إن اللي بنشوفه ده مش هي دي مصر اللي إحنا نعرفها. مصر اللي إحنا نعرفها عملت أول فكرة ل إزاي الخلق جه، وطلعنا بنظرية تسوع أون من حوالي 5000 سنة. الكلام ده تسوع أون باختصار كده بسرعة بيقول إن آتوم طلع من نون، نون ده اللي هو الماء الأزلي، وخلق نفسه بنفسه وعطس وطلع الآلهة اللي هي في مصر القديمة، اللي هي جب الأرض، نوت السماء، تفنوت الرطوبة، شول الهواء، نفتيس قاق الجبال، إيزيس وأوزوريس وحورس رمز مصر الطيران. دي أول نظرية خلق تبعها نظريات أخرى زي تامون الأشمونين وزي مدرسة بتاع منف. عايز أقول لأجيالنا أو الشباب اللي هو ما شافش مصر بطبعها شعبها في طول تاريخه متدين، شعب بيعرف الدين وبيجري في دمه، وعلى طول التاريخ اللي احنا هنحاول نتكلم فيه والسلسلة دي عشان خاطر نعرف تاريخنا ونقدر تاريخنا، مش زي الجماعة المسكين الحكم دلوقتي ما بيحاولوا يقولوا لنا احنا مش نهمش خالص في حاجة وطنية، كلها حاجات تخص جماعة الإخوان المسلمين. ولكن اللي أنا بحاول أوصله من خلال الفيديو فكرة إنه مصر دي بلد عظيم، ناسها متدينين بطبعه، فما تجيتش تزايد عليا باسم الدين. واعذروني إن أنا قاعد طبعا في البيت وبلبس البيت بس عايز أحس إن إحنا كلنا يعني مع بعض. أنا قاعد في مكتبي ومكتبتي، وهيجي الوقت يعني نفكر نمسك الكتب كلها ونحاول نتواصل في ايه وناخد رأي بعض في ايه اللي احنا نتكلم فيه. ولكن انا الفكرة العامة اللي عايز اقولها انه زي الدكتور علي الشخيبي ما بيدي محاضرات في تاريخ نضال الطلاب، والاستاذ فتحي فرج والاستاذ مؤمن سلام والناس اللي هي بتكتب كتير، العزيزة جدا أستاذة نجلاء زحلاوي في مجموعة أصل الحضارة، الأستاذ سامي حرك، الأستاذ مختار كامل، الأستاذ ناصر عبد المنعم، الدكتور أحمد دياب، البروفيسور فكري عثمان، سامح مقار، مش عايز انسى حد. احنا الدكتور وسيم السيسي، الدكتور مراد وهبة في مجالات اقتصادية، الدكتور احمد السيد النجار العالم الكبير وصديقي واخويا وتربية عمري، الدكتور مدحت مصطفى ده عالم اقتصاد زراعي. كل الناس دي بتحاول توصل وتتواصل مع الاجيال الجديدة ان اخواننا مصر ما هيش كده، مصر ما هيش سب، مصر ما هيش إقصاء الآخر، مصر مش فكرة إن أنا عشان أحكم أغير نظام بنظام فاشي. ما هو فاشية لما أجي أنا أطلب القبض على الناس اللي بتتكلم، طب ده معناه إيه؟ عايز أكمم الأفواه؟ لما أقبض على متظاهرين عايز أعمل إيه؟ عايز أحكي لكم أنا فيما بعد ازاي ثورات مصر حصلت.
من أول ثورة بيبي الثاني من الأسرة السادسة، للكفاح ضد الهكسوس وإيه اللي عملناه، ونبتدي من مصر التاريخية، وهعرف هنتكلم عن تاريخ مصر، ونحاول نوصل للناس هي مصر الحقيقية عبارة يعني عن حب، عن سلام. لما نيجي نشوف أول دستور اتكتب من المعت بضمير اسمه يعني ضمير المعت، بتقول ايه للناس، بتوصل للناس تعمل ايه وتخلي قبل نزول الاديان. مصر يا اخوانا، مصر دي حاجة كبيرة قوي. مصر علمت الدنيا كلها الحضارة، الحضارة اتنقلت للعالم عن طريق مصر من اول الفرس. الهكسوس جم لمصر، ولكن احنا خدنا الهكسوس اثروا في مصر، بس سموا نفسهم اسماء فرعونيه عشان يبقوا مصريين وعشان الناس ترضى عنهم، لغايه ما اطردوا من مصر. الفرس جم بعدهم حاولوا وقعدوا شويه يعني من 525 قبل الميلاد، ولكن اطردوا، ولكن رجعوا تاني لغايه الاسكندر الاكبر ما جه وطلعهم. الاسكندر برضو راح توج نفسه كملك ابن مصر، وراح لمعبد امون في سيوة عشان خاطر يتوج ويجي يعلن نفسه ملك على مصر. مصر دي حاجة كبيرة يا جماعة. مصر مش هي الدقون ولا الجلاليب ولا اقصاء الاخر. واحد يقول لك انا اصلي بقرف من المسيحيين. يعني ايه يا حبيبي بتقرف من المسيحيين؟ والمسيحيين دول مش صحاب بلد زيهم زي غيرهم. ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بقبط مصر خيرا، تيجي أنت تقول لي أنا بقرف؟ طب يا أخي اقرف، ولما أنت تقرف طب ما إحنا كمان نقرف منك. نهايته أنا حاول عشان اليوتيوب والحاجات دي بتاخد وقت على ما نتعلم إزاي نتعامل مع التكنولوجيا الجديدة دي، بس يا ريت نتواصل. هل مثلا نتكلم في تاريخ مصر وثوراتها وازاي حصلت الى اخره زي ما انا مخطط، ولا نفكر ان احنا نرد على الاخوان في تاريخ الاخوان، ولا نتكلم عن الحضارات اللي اتأثرت بالحضارة المصرية، ازاي نبين ان احنا ما احناش الشتامين ولا قلالات الادب ولا الكلام اللي عمال كل شوية من بعض المتأسلمة. اصل مفيش حاجة اسمها اسلاميين، واحنا كلنا مسلمين. انا اعتقد انهم يعني فاقدين اللحظة وضيعوا فرصة تاريخية في حياتهم. انهم انا اخترت مرسي ودافعت عن اختيار مرسي بشدة، واصدقائي على الفيسبوك ممكن يدخلوا ويشوفوا التايم لاين، لانه ما بيضيعش حاجه من اول مبارك ازاي كنا وقفنا ضده من واحنا في امريكا وعملنا الجمعيه الوطنيه للتغيير وكشفنا بلاوي كتيره. النهارده انت جاي بعد ثوره عايز تسكت الناس؟ مش ممكن. فخلينا نقترح على بعض نتواصل ازاي، نتكلم في هنا. انا عندي مجموعة كتب هبقى اوريها لكم ان شاء الله، ما هيش موجودة اصلا في مصر. هل نتكلم فيها؟ هل نتكلم مثلا عن الفرق بين الستينات وما ادراك ما الستينات، واول خطبة للرئيس يتكلم فيها الناس يقول لك ستينات وما ادراك ما الستينات؟ مالها الستينات؟ لولاش الستينات انت ما كنتش بقيت دكتور، وما كنتش بقيت رئيس دولة. مش انت بس، كلنا، كل اللي بيتكلموا على عبد الناصر والفترة الناصرية بغض احيانا بشر، بس ده كان قائد، كان ملهم، كان عنده استراتيجية، عارف ان مصر دي حدودها بره مصر مش جنب مصر. نهايته ايه رأيكم نتواصل مع بعض ونتكلم مع بعض ونشوف هترسي على ايه؟ هو انا هحاول كل
بس على اليوتيوب ده، يكون لمدة ربع ساعة تقريبا عشان نتواصل. وفي الأساس أنا عايز أحفادي ما يطلعوش يعني يعرفوا إزاي يفكروا، يعرفوا تاريخ بلدهم وتاريخ جدهم مريم غازي وملك غازي وجانا غازي وعمر غازي وابني المهندس أحمد غازي وولاد بنتي مصطفى كريم وعبد الرحمن كريم وجانا جنين كريم. يلا خلينا نخوض التجربة دي مع بعض، ومساء الخير عليكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله المرة اللي جاية، بس بعد ما تتواصلوا وتقولوا لي أكمل ولا كل سنة وأنتم طيبين. يلا مساء الخير.